مغامرات كوميدي كوميدي فاميلي عائلة كل شيء. الفيلم حقق أرباح الأسبوع 8 ملايين و300 ألف دولار. قالت لكم قصة الفيلم وايد حلو طبعا. سارة شوفوها شلون مدمجه مع ببزي. With big ninja talents. And then he was like, "You're coming with me, you little princess." And I was like, "Psh, psh. I ain't your princess, leave me alone." Rio. توب فور الفيلم اسمه بريست. الفيلم أكشن هورر رعب وثريلر تشويق. حقق أرباح الأسبوع 15 مليون دولار. والفيلم أول مرة يعني يدش بوكس أوفيس ونازل المركز الرابع. الفيلم قصته يعني حلوة، أنا عجبتني صراحة. إذا نزل بالكويت راح أدش له. بس شكله رعب صح؟ على حسابك كلنا ندش. Is all this really necessary to apprehend two men? Top 3 Fast 5 الفيلم أكشن كرايم دراما ثريلر. الفيلم حقق أرباح 20 مليون و 400 ألف دولار وللحين متمسك بالفاست 5 بالبوكس أوفيس طبعا لأنه فاست 5 فراح يظل من التوب 5. وايد وايد حلو. Went from Mission Impossible to Mission in Freak Insanity. What are we doing for the bachelorette party? What about like a princess theme? Versace meets the gold rush. Wallah? Top two, bright. Top two, okay. توب 2 برايد ميدز الفيلم كوميدي اول مره يدش البوكس اوفيس وحقق ارباح 26 مليون و200 الف دولار. والفيلم نسائي اكثر من انه يكون رجالي. ايش رايكم بالمعلومه؟ يعني لازم نروح لهذا. This is some classy. Jeez, Megan. I'm sorry, I want to apologize. I'm not even confident of which end that came out of. You made my man look like a bunch of minimum wage mall cops. توب 1 الفيلم ماخذ المركز الاول هالاسبوع الاسبوع اللي طاف للحين ما تغير هو بالمركز الاول اسمه ثور. الفيلم اكشن ادفنتشر ودراما وهالاسبوع حقق ارباح 34 مليون و700 الف دولار. والفيلم موجود عندنا. الله وايد سكتي سكتي. I cast you out! I will end this. احنا عادي. لا انا مو عادي. ما انتبه. مريم يعطيك العافية. الله يعافيكم. وايد حلو تقريرك. ثانك يو حبيبتي. قبل ما نرد بتتش الحلقة نواف وايد 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 واصل لنا اشياء بالفيسبوك اليوم ما عندنا وقت نقرا. بس ملاك قاعد تسأل ان اذا احنا عادي عندنا نقرا بالفيسبوك ولا لا. حبيبتي احنا نقرا، احنا حطينا الفيسبوك عشانكم بس والله ما عندنا وقت. واذا مو بالحلقة احنا قاعد نرد عليكم انه برايفت. واحب اقول حق ناس وايد يعني ما اقدر ارد على كل شخص كان في موضوع وقاعد يتكلمون بلساني. انتوا كلكم احطكم فوق راسي وانا ما توقعت كذي بفيسبوك راح يصير. انا وايد احبكم وانا وايد مستانسه وهذا فخر لي ان في ناس كذي تحبني. وفي واصلني شغله وايد حلوه بالفيسبوك حسون ابو علي يقول اسرار قولي طارق طق تقي. ابيكم كلكم تقولونها الحين. طارق طق تقي. لا طارق طق طق تقي. المهم اسمع اشقح على تتش الحلقه. انا اليوم شفيني بنوط واشقح. انا اليوم مفردات كويتيه قديمه. بس من شنو تتشكم؟ تتش الحلقه شنو التكنولوجي اللي ما تقدر انت تعيش من غيره؟
يلا اول واحد جاوب محمد. مريم انت يشكها. انا صراحه ما اقدر استغني عن التليفون. التليفون ولا البي بي ام؟ البي بي ام. لا التليفون ولا البي بي ام؟ الاثنين. الاثنين. اسرار لانها مانجا عياره اسرار منها. تليفوني بعد ساره طبعا اسرار تليفوني. القصص الالكترونيه. انا استنى اقول لكم شيء، لما كنت صغيره كنت دائما اقول نفسي اعيش في ايام الرسول بس بمكيف. سيريسلي بصراحه بصراحه على الانترنت، انا مدمنه انترنت. راح نكلمهم يصرفوا لك انترنت. وهذه قطعه ثانيه. انا ثلاث اشياء صدق والله. لا 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 بس شيء واحد. انا راح اقول اكثر شيء بس لازم اقول هالثلاث اشياء صدق. المكيف والثلاجه والتليفون. انا الانترنت ممكن استغني عنه بس موضوع ان انا ما يكون عندي اكل بارد او ماي بارد وما في مكيف انام بالبرد ما اقدر اخيس. الشغله اللي اكثر شيء اكثر شيء مرات اكون طالع من يخلص شحن الايفون او اي تليفون يكون عندي ارد البيت ما اقدر اكمل الطلعه والله ارد البيت. يا واحد من ربعي يكون عنده تليفون اشيل السيم كارد اركبه بتليفونه يعني تليفون زايد او اني ارد البيت. عندي لك حل. موضوع ان انا بالسياره بنص الشارع من قطع عن الدنيا ما اقدر ادق على امي ولا اقدر ادق على اخواني. عندي لك حل. لا لا يا حبيبي لا 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 لازم اشتغل. عندي لك حل بدر. شفت سوري البطاريه يا جماعه لما اللي صدق الناس اللي ما تستغنى عن التليفون هذه انا قاعد احط شحن سيارتي لان خربت الشحن مال سيارتي. فالحركه اللي انتم لازم تسوونها اذا ما مداكم تشحنون تليفونكم انه فل تشترون بطاريه ثانيه. ايفون ما في بطاريه. في بطاريه تتركب على نفس الشحن. بطاريه تتركب. هذه راح اشتريها. انا قاعد اوكي ما في. انا خلت حكي عن ربع البلاك ميري اوكي حطوا بطاريه ثانيه ولا حد ينزل برنامج اللي يقول لك يحفظ لك البطاريه لان راح يحفظ لك تليفونك فوق تحت. لا لا هو زين ينظم هو. اوكي مو وقت. اي مو وقت. نواف شنو التكنولوجي اللي انا بوجهه نظري اللي شيء ما اقدر استغني عنه الكاميرا. ليش؟ لان انا وايد لما اتضايق او شيء كذي اشتاق حق ناس. لا مو اصور. لا لان الصور وايد اطالعها وايد يعني تسرد لي ذكرياتي. فالكاميرا شيء مهم خاصة الصور القديمة قديمة. ايه بس الكاميرا بعد شقد يعني. مريم خلاص انا اقتنعت فيكم. زين انت شنو اقتنعتي فينا؟ جوجل الافلام. مريم جوجل. لا شيئين ما اقدر اعيش من غيرهم. لا شيء واحد احنا قلنا. شيئين. شيء واحد؟ عندي 100 شيء ما اقدر استغنى عنه. يعني التليفون؟ لا الايفون لان تلفزيون اقدر اشوف بالايفون. تلفون مو تلفزيون ايش فيك؟ تلفون. لا مو اي تلفون الايفون. اي ادري يعني التليفون. لا انا مو قصدي التليفون. حتى لو كان انا ابي الايفون. انا ما اقدر استغنى عن الايفون لان كل شيء ابي موجود داخل. زين بدون خط ما راح يشتغل الايفون. بلا يشتغل. شلون بس من غير خدمه واي فاي. تذكرون الفيديو اللي جبته انا عن الايفون ايش راح يصير فيه؟ اي هذا الايفون اللي انت تقصدينه. اي صدق انا انسانه من غير ايفون ما اقدر اعيش. يبقى على العموم احنا كده يعني بنهاء ختام برنامجكم. اي بس حمود نحن والاطفال قصدي الاطفال لمبي عادي قول لهم باكر ايش كثر بحلقتنا مهمه يعني على العموم يعني عندنا تمرمروا الويكند بتاعنا واو سبيشال مني ليكم ونبغى نشكر ام نواف. ام نواف ثانك يو. بكره ان شاء الله نتاخر عليكم نشوفكم بكره الخميس مع فقرتهم.